سلام أهلا بتونس. أيا نحكي لك ولا سايب علينا؟ لا يلزم نحكي لك حتى كانك ما تحبش تسمع. توا عالم كامل مكبوس وعلى أعصابه في جرة الحرب، واللي ما خلطتلوش التداعيات المباشرة خلطتلو غير المباشرة، أقلو هن أمور غلاف البترول والحبوب وبالتالي النقل والغذاء والباقي الكل يتبع. أسمع هاو في الصحافة اليوم قال لك الاتحاد العام التونسي للشغل يجب اتخاذ إجراءات تخفف من تداعيات الحرب على أمننا الغذائي. والشروق فرقعتها جملة قالت لك قروض العشر سنوات أنهكت اقتصادها، الحرب في أوكرانيا والمجاعة في تونس. أنت ما في بالكش فما مجاعة في تونس؟ ماك جاهل هذك على خاطرك ما تقراش الشروق، شد أقراها باش تتثقف وتفيق على وضعك. المهم العالم والخبراء والصحافة والشعب والنخب الكل فهموه، حرب يساوي الدنيا تغلى. حتى مجدي مازال كيخذيه جارو كارلان وفاهمها الحكاية. الكارلان مش مجدي، فما واحد برك في العالم التوا لفهمها، الالغوريتم متاعو مقبلهاش، وهذا وحده دليل على فشل الجيل الأول للذكاء الاصطناعي في تونس. سوفك السيد شادد رئيس البلاد وزمام كل سلطاتها. السيد شد صحيح في بحثه قالك الدنيا غلات والسلعة مقطوعة خاطر فما أشرار ولوبيات يحبوا ينكلوا بالشعب التونسي، التونسي بالذات. ورد بالك ما يحبوش ينكلوا بيه باش يعبيوا الفلوس ويغوصوا كأي محتكر تقليدي. معناه هذه كمقاربة قديمة للاحتكار، الأشرار اللي عندنا يحبوا يندموا التوانسة على المنظومة القديمة، بالعربي يحفروا للزعيم خاطر هما يحبوا المعارضين متاعو. في الظروف العادية كنت نقول هذا توظيف سياسي لمشاكل الناس لتسجيل نقاط ضد المعارضة ولتغطية عجز السلطة عن إيجاد حلول حقيقية أو حتى عن مصارحة الشعب وقول الحقيقة. أما بون احنا توا دخلنا في مرحلة تاريخية جديدة تعتمد مقاربة جديدة. يا حسرة كي كانت الصحافة لازم تنقد السلطة وتكشف الخاور وتحاسب المسؤولين، توا قال لك الصحافة لازم تساند السلطة وتقف مع المسؤولين. وحتى كان فما خاور ميسالش نتلفوا باش ما نقدموش خدمات للمعارضة. اي توا لازم نعتمدوا خط تحريري قوامه اغزر للوجوه وفرق اللحم، ونكتبوا ونتكلموا بتقنية عين راتو عين ما راتش حتى فيما يخص قوت التوانسة ومستوى عايشهم. وقاعدة تخطف راه، مثلا المغرب اليوم كتبت كلمة الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء مع الاقتراب من نهاية أجل الاستشارة العودة إلى ثنائية نحن وهم. رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء: سأواصل تطهير البلاد، بالأمس كانوا يتصارعون وصاروا اليوم على قلب رجل واحد، ستظل الحريات مضمونة. تحاسيلو ماك تعرف سكريبت حفظناه على الأقل من نوفمبر اللي فات. أما لو كوتيديان بلعت الطعم قاتلك فصل أوس فيرتيجينوس دي بري لا لوت ديزيسبيري كونتر لا سبيكولاسيون، أمام الارتفاع الجنوني للأسعار المكافحة اليائسة للاحتكار. بون كي تجي تشوف بلعوا الصنارة والطعم والصياد معاهم، أما اش باش نقول لك تونس؟ اختيارات، ماكم قلتوا الغلاء جاي من الاحتكار، ما هو الزعيم قال هكا، ماكم قلتوا الزعيم صادق واحنا كذابين. مبروك، هنيئا لكم، لقد كنتم من الصادقين.